صدقني، لان النهارده بعد 10 سنوات من رحيل حسني مبارك وبعد 10 سنوات من ثوره 25 يناير التي كانت تطالب بالعيش والحريه والكرامه الاجتماعيه، والتي كان احد اسباب هذه الثوره هو وفاه الشاب السكندري خالد سعيد على يد الشرطه المصريه داخل احد اقسام الاحتجاز بعد التعذيب. وطلعت الداخليه وقتها فبركت زي ما بتفبرك اي حاجه وقالت بلع لفافه بانجو او لفافه حشيش. النهارده ايضا وكان الايام وكان الاحداث بتتشابه، ما اشبه اليوم بالبارحه. النهارده تم الاعلان عن استشهاد معتقل جديد داخل سجون عبد الفتاح السيسي، داخل مقابر التعذيب، داخل زنزانات الموت البطيء اللي بسميها أماكن الاحتجاز، أماكن الموت البطيء. المعتقل عاطف سالم والذي توفى نتيجة التعذيب على إيد الأمن الوطني. إيه اللي حصل مع الشهيد عاطف سالم؟ تم القبض عليه قبل أيام من أحد النقاط الأمنية، تم اقتياده ليلا إلى أحد أماكن الإخفاء القصري. قبل يومين تم إبلاغ زوجته في مكالمة هاتفية: تعالي استلمي جثمان زوجك، مختفي قسريا بقاله أيام، تم تعذيبه، تم إهانته، تم التطاول عليه. مراته قبل يومين تلقت مكالمة من مجهول قال لها تعالي استلمي جوزك. استلمي جوزك ليه؟ لأن جوزك مات. مات إزاي؟ مات ليه؟ مات فين؟ عمل إيه؟ طب في طبيب يقول لنا حصل إزاي؟ لا ده أنتوا كمان هتاخدوه تدفنوه بالليل. طب نبص عليه؟ ممنوع تبصوا عليه. طب نغسله؟ ده اكرام الميت، دفنه وتغسيله. ابدا، ده ابنه فقط مسموح له يشوف وشه، لان الله اعلم جثه او جثمان الشهيد حصل فيها ايه خلال ايام احتجازه وايام وجوده داخل المقرات او سلخانات التعذيب بتاعه الامن الوطني. الامن طبعا تحفظ على الجثمان ومنع اسرته من القاء حتى نظره الوداع عليه. ايضا الامن منع العيله بتاعته انها تاخد العزاء، ومنعها حتى الان انها تزور المقبره او مكان الدفن. صدقتني ولا هتصدق اعلام ونظام السيسي؟ صدقتك، صدق اقنعتني. طب كلمني بقى، يعني بما ان احنا بنتكلم عن التعذيب وسلخانات التعذيب، يعني انا عارف ان انت ليك تجربه لطيفه ظريفه مع هذا الموضوع. هل فعلا يعني نظام السيسي والاعلام 24 ساعه بيقول لك ان احنا مقر الامن فيها نعام وفيها معامله ادميه، هل فعلا بيتم تعذيب المواطن حتى الموت داخل السجون؟ طيب بص يا وليد، هو احنا عشان متعودين احنا ما نتكلمش عن تجارب شخصيه على الهوا ونقلب الهوا لتجارب شخصيه. لا ما تهربش من السؤال، خليني اكلمك كلام عام. بتهرب من السؤال، انا مش عايز عام، انا عايز هل فعلا داخل السجون انت شفت بعينك ناس بتتعذب حتى الموت؟ اه شفت وليد مصطفى. انت عينيك عملت لا لا ما عملتش ولا حاجه، ده بس من الاضاءه.